ومسألة الحوار يتعلق بها عدد من الأسئلة. قبل الحوار، هل هناك اعتراف بوجود مشكل جدي يستحق الحوار الجاد ويطلب له الحل الناجح العادل؟ لكثيراً ما نسمع أن الأوضاع كلها بخير. هل سيكون مخطط الحوار من هندسة السلطة وحدها، أو سيكون لها شريك في ذلك من المعارضة؟ هل سيكون الحوار الذي عبر عنه بأنه امتداد للحوار السابق وهو حوار فاشل وطارد من طبيعته وبمواصفاته وعلى حد ما كان عليه حد الحوار السابق؟ من يختار ممثل الشعب في هذا الحوار؟ والشعب كله معني بالمسألة التي تدفع إليه، وهي مسألة الشأن العام الذي يعاني الشعب فيه من إقصائه وتغييبه عنه. الحوار بين من ومن؟ بين طرفين أو أطراف من الشعب، أو بين الحكم والشعب؟ ماذا في يد أطراف الشعب من حلول؟ وهل من أطراف الشعب آخذ حقاً من آخر، وآخر مأخوذ منه ذلك الحق ليكون الحوار بينهما بشأنه؟ هل طائفة انتهبت حق طائفة؟ هل فئة من الشعب انتهبت أخذت حق طائفة ليكون الحوار بين طائفة آخذة وطائفة مأخوذ منها الحق؟ الواقع أن الحكم مستول على حق الشعب، والشعب لا يطالب إلا الحكم بما له في ذمته من حق، فلا موضوع للحوار إلا ما هو بين الشعب والحكم. إذا كان أطراف الحوار بتعيين من الحكم، فما هو مقياس التعيين؟ وبأي وجه يلزم رأيهم الشعب؟ وما هو المقياس في عدد من يمثل هذه الجمعية السياسية أو تلك؟ هناك جمعية جمهورها 100 مواطن، وجمعية أخرى جمهورها عشرات الألوف من المواطنين. ما موقع مئات الألوف من المواطنين الذين يخرجون في المسيرات الحاشدة المطالبة بالإصلاح كمسيرة 9 مارس الماضي من هذا الحوار؟ هل يبقى رأيهم خارج حسابات الحوار وتجري عليهم نتائجه شأنهم شأن الأغنام؟ ما هو السقف الزمني للحوار؟ ما مدى قدرة نتائجه لو وجدت؟ ما مدى قدرة نتائجه لو وجدت على إقناع الشعب ونيل رضاه؟ وما هي ضمانات تنفيذ هذه النتائج؟ والكلمة الأخيرة هنا هي أن الحوار إذا كان بقصد الخروج من الأزمة التي يعيشها الوطن، وهي الأزمة السياسية التي تضغط على كل أوضاعه وتؤثر على كل الأطراف، فلا بد من حل تؤخذ فيه موافقة الشعب، لأنه هو الطرف الثاني الأصل في الصراع، وهو صاحب الحراك، ومنه الشهداء، ومنه السجناء، ومنه المعذبون والمفصولون، ومنه الجرحى والمعلولون، وهو الذي قدم ما قدم، وجماهيره هي التي تعاني من سياسة الإقصاء والتهميش والحرمان. والجمعيات السياسية إنما هي جزء من هذا الشعب، وليست كل الشعب، ولا تملك أن تقرر عنه وأن تلغي إرادته.
فلو قدر لأي حوار أن ينتهي إلى نتائج مرضية لأطرافه فلن تكون لها القدرة على اكتساب التوافق الوطني بالمعنى الصحيح وبالصورة التي تمثل حلاً للأزمة ومخرجاً من المأزق إلا بموافقة الشعب. نتمنى أن يكون العزم والتخطيط لحوار ناجح بأن يكون مفضياً لنتائج تمثل حلاً عادلاً يؤخذ فيه رأي الشعب وينال موافقته ويأمن به هذا الوطن العزيز وتحفظ مصلحته ويأمن به هذا الوطن العزيز وتحفظ به مصلحته.